struggling for me. تيشيرت يقول تيشيرت يلا يا عم صفر بقى مصورين احنا بقالنا فترة دلوقتي Oh,
ما تقعد طب رايح شوية ولا ما فيش انت؟ اقعد رايح شوية هات لك كرسي. هو راح هناك بس يقولون هناك الكرسي عندي. ما تروح يا عم مش صاحب البطاقة يعني.
اخي ارفع يا اخي بقى لخص. رجع للحارس. لما كان رفع من الاول غلط. هنا هجمه. ايوه. يا اخي بقى يا اخي المشكلة كلها عشان ما تجيش في الكاميرا. طب ما احترامي ليك واحترامي يعني حتى لو جيت في الكاميرا ايه المشكلة؟ هو احنا يعني سوري في الكلمة احنا عالقين. انا عشان اقول لك على فكرة انا جيت يعني معاكم احنا برضو في موضوع الإعلانات والكلام ده كله. جيت مرة جالي واحد المشكلة ان هم بيتغيروا. ايه يجي واحد يقول نظام جديد. ففي واحد يجي لك بقى ربنا يعافيك. ما يعرف يتكلم. هو مش فاهم الدنيا. جالي مرة لقيته بيقول لي ما كنتش لابس ده. انا معايا بتاع الاتنشن التيشيرت بس ضيق ماسك عليا مش عارف البسه. ترى شايف اول مره اشوف 3000 ريال خساره لو اتكرر طلعك برا.
لا ما طلعنيش، قال لي تاني مرة تلتزم مش تلتزم. والله جيت الماتش اللي فات واللي كان في المجمعة الفيصلي والشباب، قعدت باللبس بتاعي عادي بس معاه البطاقة. دخلت له دلوقتي الاستاذ جابر متعمد، قلت له هات لي تيشيرت عشان ما يجيليش واحد من وسط اعلام تاني يقول لك مفيش مشكله بعدين. انا ما حصلت عن الوقت الخط عليهم ما عليهم. يا عم خير بقى تعمل ايه؟ انا معاك شنطتي واللابتوب. بس يا عم طالما انت مصرح ليك الشركه انا اللي اعرفه. المشكله ان ما بتغرى استاذ ايه هذا اول مره. دي المشكله، دي المشكله. والله يا صاحبي ما بعمل حاجه، الفكره كلها كنت خارج من اللي هي المقصوره كده اللي هم بيخرجوا منها اللعيبه وبتاع انت فاهم، كنت جوه مع المنسق الاعلامي بس فخارج فبالصدفه لقيت واحد بعت لي المقطع، واحد صاحبنا. والله انا كنت اول مره اشوفه زي ما انت لسه شايف دلوقتي، انت في الصوره انت فبتفرجني بالصدفه. قلت له خلي بالك جبته منين ده؟ بس على فكره تونسي تقريبا، تونسي او مغربي بس هو تونسي تقريبا. انا محمود بقى من الاول. Thank you.
تصفر بكم. Thank you.
حلو يا حرام يا اخي حرام والله. خلص يا عم بقى بصيله بقى شو اول هجمه للتعاون تعتبر دلوقتي التعاون كل شويه رجع ورا Thank you.
الفيصلي لان انا شفت له ماتش كنت في المجمع الفيصلي والشباب. الشباب خدوا المباراه 1-0 في الدقيقه الاخيره خالص. الفيصلي فيها اثنين فيهم واد قصير ما اعرفش جنسيته من السعوديه على فكره بيلعب واد لعيب على فكره هم بيلعبوا انا بتهيألي مش موجود انا مش مركز مش موجود تقريبا بيلعبوا بس مشكلتهم عدم التوفيق معاهم قليل شويه. التعاون انا شايفه النهارده كل الهجمات مفيش هجمات بيرجع الكور كلها ورا دلوقتي توصل هجمه هنا يرجع ها بس مظلوم برضه في كام فاول صحيح مظلوم فيه ربنا يستر على الكور ده ما تفصلش مدرج فاضي هتصور ايه؟ لا شوف ولا مفيش حد المشكلة المباراة شفت الشباب والفيصلي في المجمع انا رحت انا برنت من القعدة هناك كان برد كان الساعة 6 تقريبا فاضي ده لما تشوف الملعب قبل منها تشوف بقى النصر مفيش ركنة المنطقة دي كلها كانت ما كنتش لاقي ركنة للسيارة ولما رحنا مفيش اصلا فاضي فاضي كرسي راح شوية بدل ما انت وقفت الماتش حرام عليك والله. انا حارس Thank you.